في قرية دير أبو مشعل الواقعة في شمال غربي مدينة رام الله في الضفة الغربية، انتهز المدرسون تعطيل المدارس على خلفية كورونا، فبدأوا بترميم مدرستهم بأيديهم وبتبرعات أهالي القرية. مدرسة حسان علان التي تحمل اسم مؤسسها وهو أحد أهالي القرية تتسع لنحو 300 طالب وطالبة، لكن مساحتها لم تعد تستوعب هذا العدد كله. مدير المدرسة وطاقمها بدأوا بتشييد 3 غرف إضافية لصفوف بمساحة تصل إلى حوالي 280 مترا مربعا. خلية نحل لا تتوقف عن العمل. أعمال ترميم واسعة في مدرسة ثانوية بإحدى قرى الضفة الغربية. قائدها جمال زهران مدير المدرسة، وأبطالها المدرسون والهيئة التعليمية. احنا بنعرف أن وزارة التربية والتعليم ما عندها التمويل الكافي لكل المدارس، فكل مدرسة بتقدم مشروعها وبدها تستنى حسب الأولوية الموجودة. هلقيت احنا فكرنا انه ليش احنا ننتظر؟ اذا احنا قدرنا نعمل شيء في الفترة الحالية نعمل. فبلشنا في المشروع هذا ولقينا تجاوب كبير جدا من اهل البلد. كيف؟ الادوار بين المعلمين المتطوعين توزعت، بعضهم اهتم باعمال الحفر والبناء، بينما شرع اخرون في طلاء الصفوف ورصف ارضيتها بالبلاط. هل كنت في عندنا في المدرسة تقريبا 2 بليطة أو 3 بليطة قاموا بمثل هذا العمل، بالإضافة كان في عندنا في المدرسة 3 أو 4 دهينة قاموا بالدهان، بالإضافة إلى أنه إحنا كان في عندنا مساعدين من الطوبرجية هدول، وإحنا كنا نقوم بعملية المساعدة لهم، دك المسمار بالإضافة لنقل الخشب بالإضافة إلى فحر الأساسات وتنظيفها. هؤلاء الأساتذة يعطون حصة تعليمية أو اثنتين قبل أن يبدلوا ملابسهم ويستكملوا أعمال البناء والترميم، معتمدين كليا على دعم أهالي القرية. في ظل عودة تدريجية حذرة لطلاب المدارس بدأت في الضفة الغربية منذ أيام.